إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الفضاء وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدقوا. أخي الكريم، نحن هلا أنا إذا بدي قابل أي شخص منهم خايفان منه، بدي أشتكي عليه ما بحسن لأنه راح يتحطط علي ويفصل لي من الكراج ويسحب فانوسي، وأنا زلمة راحت لأمي ومرتي وابني بخزيفي، ما أنا مستعد أرضخ للذل بعد العز اللي أنا هلا عايشه. ما بسمح لحدا يذلني بعد اولادنا على الجبهات باركين ونحن هون على عم تتحكم فينا. نزلوا مستثمرين كل واحد ميزانيته 500 الف دولار لا يقضي على شخص عم يطالع 200 ليره في اليوم. هل هذا بيرضي ابو محمد الجولاني والشرع الاسلامي؟ هل هذا بيرضي ابو محمد الجولاني؟ ممنوع على ابن جبل الزاوية ابن بسبس ادخل على ريحه، والزاج اللي بيشيل 65 راكب بيسمح له يفوت على ريحه؟ بأين حق او بأين دين وبأين مذهب؟ معه 20 كرسي عم يحمل 65 راكب اختلاط وزحمه بنات وشباب وسرعة 120 بالهواء على الطريق، ما انا بلحقه عم بيطير على الطريق. ليش هو مسمح له يدخل على ريحه وانا ممنوع؟ ليش هو مسمح له؟ ليش؟ لانه مستثمر. الباص الواحد عم يطالع كل يوم 100 دولار، انا عم بحلم ب 250 ليره بس طعمه ولادي خبز، ما بدي اكثر من هيك. ريحه مدينتي ولا ما مدينتي؟ ريحه منطقتنا، منطقتنا ومدينتنا، وانت ادرى الناس في هذا الكلام، حكومه محاكمنا فيها، اسواقنا فيها، سجلنا المدني فيها، كل الامور فيها، انت بعينها حق بتمنعني. وليش بتطالع القرار غصب عنه في الصرماء ما بترد علي حتى ولو جيت قلت لك هذا القرار ما بيصير؟ نحن اليوم اجتمعنا امام مؤسسه النقل، المديريه العامه للنقل في ادلب، ما نقارب 2000 سائق، ال 2000 سائق نحن اليوم مطلوب مننا تحديث سياراتنا من سياره قديمه لسياره حديثه، السياره الحديثه نحن ما لنا قدره ان نقوم بمستوجباتها من زيت ومن موتور ومن محرك ومن مصروف لها. نحن بالسيارات اللي معنا الحالية عم يطالع الشخص 200 ليرة 100 ليرة، يا بيروح على بيته مو حق طبخته يا ما معه حق طبخته. بنتفاجئ بقرارات جديدة، سيارات حقها 17000 و16000 ودرامش وحدث ومن ننزل على الخطوط. نحن حق الخبز ما لنا مطالعينه، كيف بدنا نحن اليوم نروح نحدث سياراتنا؟ ما عندنا إمكانية لنحدث. راكب ممنوع تشيل على الطريق، أنت بتطلع براكب من أطمي، أنا عم بمثل لك خط أطمي، بطلع براكب من أطمي لازم أوصل على أدلب براكب واحد، ما بصير شيل على الطريق ولا راكب. من سرمدة لهون ما بشيل ولا راكب. قرارات على جبل الزاوية نفس الكلام، الزاجل ممكن يشيل 150 راكب من هون لسرمدة إذا وقفوا، هاي صورة حضارية، وأنا إذا شلت راكب زيادة ما بيصير. اختلاط في قلب الزاجل، هيك العالم شباب وبنات، هاي ما حدا شافها. أنا إذا بشيل راكب بحط بنت جنب شاب وبيناتهم في كرسي فاضي وبحط موقع على الحجز مباشرة ينحجز سيارتي. ليش القرار جائر بحقي أنا كسائق عم بعيش عيلتي وفي ناس مستنفعة زيد عبيد ما بعرفوا مين أنا عم بيعطيه خط كامل بركابه بسائقينه باللي بدك إياه، وأنا تطبق علي قرارات لسه جائرة بحقي وحق ابني. ابني بدي يأكل وابنك بدي يأكل، ما بس أنت بدك تعيش كمان أنا بدي أعيش. هذا مختصر كلامنا، بدنا عدالة في موضوع النقل. نحن ممثلين عن خط سرمدة وعن كل السائقين، نحن منتدبين عن خط سرمدة حاليا، سرمدة إدلب ذهاب وإياب. نحن اجانا قرار بتبديل السرافيس، اول قرار اجانا قبل التبديل ترميم السرافيس. كل انسان كان مقتدر او غير مقتدر اتدين باع دبر راسه، هيك عندهم دبر راسك، رمم سيارته وخلاها جاهزه. بعد ما السيارات صارت جاهزه واموره بخير طلع بقرار جديد. بعد فتره هن لانه متخبطين بالقرارات دائما بتروحوا بتجيبوا بدل السرافيس اتش 1. بعد الاتش 1 قال نحن الغينا القرار بشهر واحد، وموجود نص القرار عندهم على مديريه مؤسسه النقل على الفيس وعلى التليجرام. بعد فترة طلعوا هيك قاموا لقوا في شيء أحدث، قال في شيء باص اسمه درمش حقه 17000 دولار، السرفيس مشتركين عليه إذا قلت مستلمينه اثنين. هيدي القرارات بتصب بمصلحة مستثمر واحد مستعد يقدم درمش أو زهزو أو الله العليم شو رح ينزلنا بكرة. يعني هو مفكر إنه كل سائق نايم له 20000 دولار، كل ما عجبه باص بيقول له بدل. كل سرفيس عم يطلع باليوم 250 ليرة، بالنسبة لهم هن متعددين السيارات، هن عم يطالبوا بتحديث الباصات، نحن بنطالب بتحديث المسؤولين، هاي المسؤولين ما عاد بدنا اياها، ما خرج. يعني نحن عم نعاني من مشكلة العيش، نحن بدنا نعيش كمان ما نضل مذلولين، بدنا نعيش عيش حر كريم مثلنا مثل أي شخص كان، وعم يحاصرونا بهاي الطلبات بالتحديث لنا ولغيرنا على جميع الخطوط، عرفت؟ ولذلك احنا بنطالب يعني انه نضل عايشين مثل ما نحن، وزمننا زمن حرب، ما نحن برفاه،
لحتى نقول ما نحدث سيارتنا. بعدين مين هذا اللي السائق اللي معه 17000 دولار لحتى يروح يدفع سياره 17000 دولار واللي هو ما بيملك على قيمه العيش اليوم اللي عم بيعيشه؟ يعني نطالب الاخوه المسؤولين والمعنيين بالامر من نوع الرأفه والرحمه. احنا نازحين قاعدين بخيم، الله يكون بالعون، والله العظيم لو ان غير مصدر تركنا هالمصلحه كلها ورحنا اشتغلنا. ما في عندنا اولاد بدها تعيش قاعدين بخيم ورضيانين، ولو ان نحدث سياراتنا حدثناها اليوم، احنا منين ال 10000 وال 17000 وال 15000؟ ما عندنا سيرفيس وكاني مصرين لا بنحدث ولا بنسمح لكم تحدثوا. تم الاجتماع مع أصحاب السرافيس اللي عملوا احتجاج على بعض القرارات اللي تم اتخاذها من المؤسسة، وخلاصة الجلسة أنه أعطيناهم مهلة 24 ساعة حتى نوافق على القرار اللي هن طلبوه، لأن هذا القرار اللي هن طلبوه مانو من مصلحتهم، اللي هي بقاء على الخط أسوة بباقي الخطوط. فأنا خط إدلب صرمدة إذا بدي عامله أسوة بباقي الخطوط، فعدد المكاري اللي على خط إدلب صرمدة ممكن توصل ل 150 ميكرو، وهذا مو مصلحتهم. نحن طلبنا منهم يحدثوا لسيارات من نوع دلمش، أو يحدثوا ل يعني يجتمعوا ويحددوا لنا نوعية إنه تكون سيارات حديثة تشتغل على الخط. فحاليا غالب السيارات الموجودة موديلها دون ال 2000 ولازم نحدثها. وعندنا جلسة بكرة الساعة 2:30 معهم للرد، ليجتمعوا بين بعض ويتفقوا على صيغة. نحن في قرار بمنع إضافة أي سيارة عمومي على خطوط النقل أو منح أي رخصة عمومي بسبب وجود عدد كبير من السيارات اللي بيقارب 5000 سيارة. حتى ما يتضرروا وندخل سيارات حديثة وقفنا التعميم، بعد منا سمحنا التحديث فقط للسيارات اللي عمرها أقل من 13 سنة. يعني اللي عنده مركبة قديمة بدي يحدثها ما يروح يستورد لي هلأ سيارة من كوريا موديل 93 و97، وحصل هذا الأمر ورفضنا القرار. راح استوردوا سيارات موديلات قديمة أو جابوها عن طريق الشمال وإجوا بدي يدخلوها على الخطوط فرفضناها، هذا القرار. أما اللي بدي يجيب سيارة حديثة يستبدلها بقديمة مسموح فقط. عندنا خطوط بالأصل بيطلع الراكب من أول خط بينزل آخره، وفي عندنا خطوط هي لازم يشيل ركاب القرى اللي بيمر فيها، فكل خط نحن حاطين له خطة عمل بناء عليه بيلتزموا فيها. ما في شيء جديد، يعني هذا شيء قديم، قرار قديم.